السلام عليكم أصدقائي. في فيديو جديد في هذه الحلقة سوف نشارك معكم طريقة إصلاح أو تصليح ماكينة اللحام أو ماكينة الصدور أو بوست دو صدور أو ويلدين ماشين. في هذه الحلقة سوف نركز فقط على ماكينة اللحام التي يعني حجمها كبير، سواء المتوسطة أو الكبيرة، يعني ماكينة اللحام التي يكون وزنها ثقيل، وماكينة اللحام بالأحرى التي تحتوي على محول بالداخل وليس كهرت يعني إلكترونية مثل التي ظهرت مؤخرا. يعني سوف نركز على القديمة والتي تحتوي بداخلها على محول، سواء كانت لديك هذا النوع أو نوع أكبر فبنفس الطريقة يمكنك أن تتبعها لكي تصلح هذه ماكينة اللحام الخاصة بك عوض أن تقوم برميها. لذلك أنصحك بمتابعة الفيديو إلى الأخير وقم بعمل إعجاب. لاحظوا في هذه الماكينة يعني سبق لي أن قمت بفتح جوانبها لكي نربح الوقت، سواء قمت بفتح هذه الجوانب باستعمال الصاروخ أو فتحت البراغي يعني يبقى الشيء نفسه، لكني أنا قمت بفتحها بقوة باستعمال الصاروخ. مثلا قمت بإزالة هذه الهيكل الأول من هنا، كذلك قمت بإزالة هذا الغطاء الذي يكون بالأعلى، وكذلك قمت بإزالة يعني الجهة الأخرى التي هي هنا كما تلاحظون. نضع هذه القطع جانبا، وكما ترون أمامكم هذه هي الماكينة من الداخل، ولاحظوا قمنا بإدارتها. لاحظوا معي هنا يعني مباشرة نتجه إلى أهم شيء وهو هذا المحول أو ترانسفورماتور، يعني هو المسؤول عن كل شيء، بينما الخيوط التي تأتي من 220 والخيوط التي نقوم باللحم بواسطتها فهي يعني أمرها بسيط. لذلك سوف نركز على المحول. نفتح البراغي الخاصة به من هنا والبراغي الخاصة به من الجهة الأخرى، وأي خيط يعني وجد لدينا نقوم بقطعه، مثلا الخيوط التي هنا في القابس والخيوط التي هنا التي توجد التي نقوم باللحام بواسطتها. نذهب الى الخيوط التي نقوم بالتحريم بها، يعني هذين الخيوط، هذا الخيط الاول وهذا الخيط الثاني، يعني مصير خيوطهما يعني هما هذين الخيطين، حجمهما يعني غليظ وسميك. لاحظوا بالنسبه لهذا الخيط وبالنسبه للخيط الذي بجانبه، اما ان تقوم بتقطيعهما او ان تقوم بفتح البراغي. قوموا بتقطيعهما بواسطه هذا المقص او البنس. كما تلاحظون لقد قمنا بتقطيع الخيط الاول يعني الماكينة اللحام، ونقوم بتقطيع الخيط الثاني من هنا. كما تلاحظون لقد قمنا بتقطيع الخيط الثاني من هنا. بالنسبة لهذه الخيوط كما تلاحظون فهي جميعها مقطعة، لو كانت لديك انت اصلا مرتبطة فقم بفتحها من المسامير المرتبطة بها. المهم كما تلاحظون لقد قمت بفتحها من قبل، كذلك الخيوط الخاصة بالقابس كذلك قمت بفتحها من قبل كما تلاحظون، فهي أصلا يعني قمت بتقطيعها من قبل فهي مفتوحة. إن لم تكن لديك مفتوحة فقد قم بفتحها وسوف تحصل على نفس الخيوط. ونقوم بفتح يعني هذا المسمار أو هذا البرغي لكي نقوم بإزالة هذه الغطاء الأحمر. يسار الى الاعلى ثم سوف تقوم بالسحب على هذا الشكل. بالنسبه كذلك لهذه القطعه المؤشر الذي يعطينا قيمه يعني الامبير، ان كان مثبت ببراغي قم بفتحه، ان لم يكن لديك فقط قم بسحبه على اليمين واليسار الى هكذا. تلاحظون كذلك نضعه جانبا. والان ركزوا معي بالنسبه لهذا المحول فهو مثبت مع هذا الهيكل فقط من هذه المسامير الاربعه، اثنين هنا واثنين من الجهه الاخرى، نقوم بفتحهما ببساطه. الاول نقوم بتثبيت هذا الشكل بهذه الطريقه، هذا الشكل و الى الاخير الى ان ننتهي من فتح هذا ومن هذا ثم الاثنين من الجهه الاخرى، هذا الجانب وهذا الجانب، نقوم بدفعهما في الجانب المعاكس هذه الطريقه كما تلاحظون، ثم نقوم بحمل هذا المحول على هذا الشكل. لاحظوا فهو ثقيل جدا. اي 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 نقوم بابعاد هذه العجله او العربه التي تحمله جانبا، والمحول الخاص بنا الذي سوف نقوم بإصلاحه. هذا هو المحول الذي نستعمله في التلحيم من الداخل. بالنسبة لهذا المحول الذي يكون داخل ماكينة اللحام، يعني لكي تفهم يمكنك أن تقوم بفصله إلى نصفين على هذا الشكل. مثلا لاحظوا بالنسبة ليدي هنا، بالنسبة للجهة اليمنى فهي التي تقوم باللحام، بينما الجهة التي في اليسار هي التي تقوم بالاشتغال ب 220. نقوم بفتح هذه القطعة بواسطة الصاروخ من هنا. نقوم بإحضار مطرقة ومفك براغي قوي، ونقوم ب يعني محاولة فتح هذه القطع من هنا. شكل نقوم بالضرب، كما تلاحظون على هذا الشكل فهي قد فتحت قليلا. نتابع نفس الطريقة إلى أن نفتحها بالكامل.
هنالك بعض المشاكل. من هنا ثم نقوم بقلبه الى الجهه السفلية، هي كذلك مثل التي سبقتها كما تلاحظون، قمنا بإزالتها. ثم نقوم بإعادة تقطيع خط ضعيف نوعا ما من هنا، استعمال يعني المطرقة ومفك البراغي، ونقوم بفتحه من هنا. وكما تلاحظون أصدقائي لقد قمنا بفتحه، كما تلاحظون لقد تم فتحه بنجاح. نرجعه إلى مكانه الأصلي كما كان في المرة الأولى. وكما ترون أصدقائي فهذه الجهة اليمنى وهذه الجهة اليسرى، نقوم بفتحهما على هذا الشكل، كما بهذا الشكل، هذه الجهة اليمنى وهذه الجهة اليسرى. ما سوف نقوم بتعديله فقط هو الجهة اليسرى، يعني هذه الجهة هي التي يكون فيها المشكل، وهي التي سوف نقوم باستعمالها وإصلاحها. بالنسبة لهذه الخيوط فهي سميكة وغليظة جدا، فهي الجهة اليمنى وهي التي خاصة بالتلحيم، بينما هذه الخيوط لاحظوا كيف يعني حجمها، فهي صغيرة جدا ورقيقة، فهي التي تستقبل 220، يعني تقوم بإدخالها في القابس. لكن هنالك هذا الخيط فهو مرتبط من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى، هو الخاص يعني بكشف الحرارة أو قياس الحرارة الخاصة بآلة اللحام. سوف نقوم بإزالته من هنا فقط لكي نجعله واضح، من هنا نقوم بإزالته هكذا، ثم نقوم بإبعاد يعني الجهة التي نقوم بإلحام بها، نقوم بإبعادها جانبا هذا الشكل، نقوم بإدارتها بهذا الجانب هكذا، ونقوم بإحضار مطرقة على هذا الشكل، ونقوم بضرب هذه المناطق من هنا، هنا ثم هنا ثم هنا على هذا الشكل. لكي أؤكد لكم بأن الخيط الذي ملفوف هنا إما مقطوع أو ربما يكون يعني الخيط فهو مكشوف وبالتالي يحدث دارة كهربائية. المهم لكي نتأكد من كل هذا نحضر ملتيمتر ونضعه على وضع الصافرة، على وضع الصافرة أو وضع الرانين كما تلاحظون، وأقوم بربط يعني الخيط الأول في هذا الخيط الأول الذي هو طويل، والخيط الثاني أقوم بربطه مع الخيط الثاني الذي قمت بلفه هنا. كما تلاحظون فهو لا يعطيني أي صوت، إذا كان شغال فكان من الواضح أن يعطيني صوت، لكن كما تلاحظون الآن فعندما قمت بربط هذه الأقطاب فهو لم يعطيني أي صوت، وبالتالي فربما يعني هذا الخيط الملفوف متقطع من مكان ما، لذلك سوف نتبع المسار ونحاول إصلاحه. أفضل طريقة هي أن نقوم باتباع هذا السلك ونفتحه بشكل كامل. المهم لاحظوا معي سوف أحاول فتح هذا السلك. ترون لاحظوا أمامكم، لاحظوا مكان يعني الحروق كما ترون، يعني فالسلك فقد احترق بالكامل. كما ترون الآن يعني اقتربنا من الانتهاء، نتابع فقط لكي أريكم يعني المراحل الأخيرة. آخر لفة لو قمت بالبحث عنها وإدارتها لهذا الشكل سوف نجدها بأنها هي هذا الخيط نفسه المرتبط هنا كما ترون. أصدقائي هذا هو كمية يعني السلك أو الخيط الذي قمنا بفتحه الذي كان ملفوف، فقط هذا الذي ترونه أمامكم هنا تقريبا 50 متر من الأسلاك. كما ترون هذا هو لونها، يعني رغم أنها اقتربت من الاحتراق مع ذلك فهي يعني اللون الأصلي للسلك فهو لا يظهر، يعني ما زال يمكننا أن نستعملها. نقوم بجلب الخيط، كما تلاحظون هنا لدي هذه المنطقة التي في الأمام فهي يعني صفراء أو بيضاء، يعني فهي مكشوفة. ماذا سوف أفعل؟ أقوم بإحضار يعني أداة قوية وأقوم بتقطيعه من الحد هنا، مثلا من هذا الحد من هنا كما تلاحظون، ثم أقوم برمي هذه وأبدأ باللف من هذه القطعة. ماذا سوف أفعل؟ أقوم بترك تقريبا 20 سنتيمتر على هذا الشكل، مثلا 20 سنتيمتر على هذا الشكل أصدقائي، ثم مباشرة أذهب إلى هذه القطعة وأقوم بالبداية في اللف أو الدوران حول هذه القطعة بهذه الطريقة، ثم أضغط بيدي هنا على السلك وأقوم بوضع لفة أو اثنين من اللفات على هذا الشكل أو على هذا الشكل، لفتين، ثم أقوم بوضع هذا الخيط في الجانب هنا
ثم كما تلاحظون أصدقائي وأبدأ في اللف أو الدوران على هذا الشكل. أبدأ بالدوران على هذا الشكل، لاحظوا بهذا الشكل أقوم باللف بهذه الطريقة كما تلاحظون. يجب أن يكون ذلك مثبت بشكل جيد، يعني سلك تلو الآخر على هذا الشكل كما تلاحظون أصدقائي بهذه الطريقة كما ترون. بهذا الشكل ونقوم بالمتابعة حتى ينتهي الخيط بالكامل. مثلا عندما أرى هذه الأماكن الفارغة هنا أحضر مفك براغي أو أي أداة وأقوم بملاقاته مع مكانه بهذا الشكل لكي لا يكون هنالك أي مشكل، لكي نتفادى وقوع أي مشكل على هذا الشكل. لاحظوا أصدقائي بهذه الطريقة كما ترون أصدقائي بنفس الطريقة نقوم بالاتباع، نقوم باللف وفي نفس الوقت نقوم بدمج، يعني الخيط لو كان بعيد مثلا هذا الشكل لاحظوا نقوم بالدوران ثم إحكامه جيدا هذا الشكل، لاحظوا بهذا الشكل، ثم أقوم بسحب هذه المناطق التي تكون بعيدة على هذا الشكل لكي تكون مترابطة فيما بينها. والآن أمامكم لقد بدأنا في اللفة أو الطبقة 12، يعني اقتربنا من الانتهاء. بنفس الطريقة نقوم بلف الخيط، هذه المرة سوف أتابع معكم للمراحل الأخيرة. وكما ترون يعني اقتربنا أو انتهينا، هذا هو الخيط النهائي. ماذا سوف نفعل؟ ببساطة نقوم بإرجاء الخيط من هنا، نقوم بإرجاعه من هذا المكان من هنا وأجعله في هذا المكان في الجانب، ثم مباشرة أقوم بلف الخيط هنا، أقوم بلف هذا الخيط هنا على هذا الشكل، أقوم بعمل لفة أو اثنين من اللفات على هذا الشكل. هذا السلك الأول الذي قمنا بتنيه أو وضعه في المرة الأولى في هذه القطعة، وهذا هو السلك الثاني الذي قمنا بلفه على هذه الوشيعة بالكامل بعدما انحصرنا عليه. والآن لكي نتأكد فعلا أن هذا الخيط يعني سليم ويعني ليس به أي مشاكل وأنه فعلا شغل، أن ما قمنا بفعله فهو شغل، نحضر ملتيمتر أو أفوميتر ونقوم بوضعه على الوضع الصافرة، يعني لكي يظهر لنا هل هناك خلل في الخيط أم لا كما تلاحظون في الوضع الصافرة. وأقوم بأخذ هذين المجسين وأقوم بوضع كل خيط في مكان، مثلا أضع الخيط الأسود هنا أقوم بربطه هنا في هذا المكان، مثلا الأسود كما تلاحظون أقوم بربطه في هذا المكان هنا، ثم الخيط الأحمر أقوم بلمسه في الخيط الثاني هذا الشكل، وإذا أعطاني صوت فيعني أنه شغال. لاحظوا كما تلاحظون يعني أعطاني صوت، وهذا يدل على أن هذه القطعة التي قمنا بتعديلها وهذا السلك رغم أنه يعني لونه محروق جدا لكنه ما زال شغال. الآن نقوم بتركيبها في مكانها أو هذا الحرف أ كما تلاحظون، ونقوم بتركيبه معه على هذا الشكل بهذه الطريقة. نقوم بإحضار مطرقة ونقوم بالضرب يعني في هذه المناطق هنا ثم هنا هنا وهنا هذا الشكل، وكما ترون الآن نقوم بإدارتها على هذا الشكل. لاحظوا معي كما ترون لقد التصق في مكانه بشكل جيد كما تكون في اليمين على هذا الشكل كما ترون. بوضع يعني
الدهان هنا لكي يسهل طلاؤها ولكي يسهل خروجها ودخولها مرة أخرى. نحضر القليل من الدهان، نأخذ القليل هذا الشكل ثم نقوم بوضعه في هذه المناطق هنا. الآن نقوم بتركيبه كما في المرة السابقة الشكل، كما تلاحظون لقد قمنا بتركيبه. نقوم بإحضار أداة قوية لكي نثبت هذين القطعتين اليمين مع اليسار على هذا الشكل. والآن نحتاج إلى هذا السلك الذي نستعمله في ربط الأشياء. نحتاج إلى أربع أطراف يعني مضاعفة في النصف، طولها تقريبا 20 أو 23 سنتيمتر كما تلاحظون بهذا الشكل. 1 2 3 4. وترون هنالك بعض الثقوب، لاحظوا هنالك ثقب هنا وثقب، أقوم بإدخاله من هذا الثقب من هنا، لاحظوا أدخله من هذا الثقب من هنا حتى يخرج في الناحية الأخرى على هذا الشكل، أجعله في المنتصف. ثم أحضر السلك الثاني وبنفس الطريقة أقوم بإدخاله من هذا الثقب من هنا حتى يخرج كذلك من الجهة الأخرى. أقوم بدمج هذين السلكين على هذا الشكل، أقوم بدمجهما بعضهما البعض بهذه الطريقة، لاحظوا بهذا الشكل، أحكمهما جيدا ثم أقوم بالذهاب إلى الجهة المقابلة وبنفس الطريقة أقوم بسحب الأسلاك ثم أقوم بطيها على هذا الشكل بنفس الطريقة كما ترون، وأستعمل أداة قوية وأقوم بإحكامهما جيدا على هذا الشكل كما تلاحظون بهذه الطريقة كما ترون، ثم أرجع الجهة المقابلة وكذلك أحكم هذه الأسلاك جيدا في نفس الطريقة كما ترون هكذا حتى تمتزج بشكل قوي. أقوم بقلب الجهة التي في الأسفل يعني أجعلها في الأعلى على هذا الشكل على مهل كما ترون، أقوم بقلبها كذلك ولاحظوا كذلك هذه الجهة فهي مفتوحة. أحضر كذلك أحد الأسلاك وأقوم بإدخال هذا الثقب من هنا كما المقابل من هنا ثم كذلك أقوم بدمج هذا السلك مع بعضه البعض بنفس الطريقة، ثم أذهب للجهة المقابلة وأقوم بعمل نفس الطريقة هذا أولا، أحكم هذا أولا وأقوم بإدارة الجهة المقابلة على هذا الشكل، أقوم بإدخاله من هذا الثقب من هنا، أدخل الثاني من هذا الثقب من هنا. ليس والآن نحتاج إلى قابس، يعني قابس كهربائي، وبطبيعة الحال نحصل على 2 من الخيوط الخارجة منه. توجهنا إلى المحول سوف نجد أن الخيط الذي قمنا بلفه لديه الخيط الأول الذي هو هنا ولديه الخيط الثاني الذي هو هنا. قابس أو البريز لديه كذلك 2 من الخيوط، ببساطة أربط الخيط الأول مثلا هنا، لا يهم اللون، ليس مهم اللون، فقط أربط الخيوط هذا الشكل ثم أربط الخيط الثاني في الجهة المقابلة هنا فقط بهذه الطريقة. قمنا بتغليف هذه الأسلاك التي قمت بربطها، قمنا بتعديل الجهة التي في اليسار يعني القابس وما جوارهما. الآن ينقص لدينا مكان التلحيم أو الجهة اليمنية والتي هي هنا بالنسبة لأسلاكها، هذين هما أسلاكها كما ترون، مثلا هذا الزائد وهذا الناقص عندما نقوم بتلحيمهما هما يعطينا اللحام. أولا نحتاج إلى عود لحام أو عود ثقاب على هذا الشكل، قمت بتقطيعه أو قم بإحضار يعني واحد صغير فقط لكي تجرب. نحتاج إلى سلك الذي نستعمله في إنارة المنازل وهو قوي جدا، سلك 2.5 ملم، قم بدمج عود اللحام مع هذا السلك المعدني القوي بهذا الشكل، نقوم بربطه مع السلك الذي في الأسفل هنا. الآن لدينا هذا السلك كما تلاحظون، هذا السلك عندما نقوم بملاقاته مباشرة هكذا فسوف يلحم. أقوم بمسك هذا السلك بواسطة يعني شيء يعني محمي وأقوم بتجربة يعني وضع اللحام، إذا قام بالتحيم بشكل جيد سوف ننتقل إلى ربط هذا السلك مع هذا الهيكل لكي يعطينا تماس، ونقوم بتلحيم هذه المناطق التي هنا والمنطقة التي في الأسفل. إذا نقوم بإدخال القابس أو البريز في الكهرباء، لاحظوا الآن سوف أقوم بتشغيل كما ترون، فصوته مزعج جدا لذلك رغم الصوت لكن لا يهمكم الصوت بغرض ما يهمنا فقط أن نقوم بتجريب. إذا أعطانا تلحيم فسوف نقوم بتلحيم الجهة العلوية.
مختصرون فقد أعطانا اللحام، المحول أصبح شغال أو البوست أصبح شغال. إذن الآن يجب أن نقوم بتلحيم هذه المنطقة التي في الآلة. كيف نقوم بتلحيمها؟ ببساطة وبإدارته على هذا الشكل، ونقوم بوضعه في أي نقطة في هذا الهيكل، هذا الهيكل الحديدي في أي نقطة كانت لديه، أقرب نقطة لديه يمكنكم أن تقوموا بدمجها معه، أقرب نقطة وهي هذه مثلا، أقوم بدفعه على هذا الشكل. وهي حفر يمكننا إدخال فيها السلك بشكل ممتاز، الحفرة أقوم بوضعها في هذا الشكل وأدفعه جيدا. فقط بهذه الطريقة سوف يمر التماس. قمت بتحويل هذا السلك ودمجته مع هذا الهيكل، يعني أي نقطة لديك يمكنك، أي نقطة قريبة من هذا الهيكل يمكنك أن تضع فيها هذا السلك. وضعته في هذه النقطة أو في الهيكل بنفسه ليس هناك مشكل. ثم مباشرة نقوم بتجربة تلحيم تلك القطعة التي في الآلة. والآن لاحظوا سوف نجرب تلحيمها. يعني لقد قمنا بتلحيمه بشكل جيد، اللحامين تمسك بشكل جيد هنا، قمنا بوضع لحام هنا ثم لحام هنا. والآن كما ترون يعني لأن عود اللحام أو سلك اللحام قد يعني انتهى، الآن أقوم بتغييره. كما ترون أقوم بسحبه وأقوم بجلب يعني عود أو سلك لحام يعني أكثر طولا، وأركبه كذلك في نفس المكان. الآن أقوم بقلبه إلى الجهة الأخرى. أقوم بتلحيم كذلك هذه المنطقة مع هذه المنطقة، أقوم بإدخال يعني القابس مرة أخرى على هذا الشكل. اللحامين تمسك بشكل جيد هنا، قمنا بوضع لحام هنا ثم لحام. احضر الهيكل أو الطاولة ونقوم بتركيب يعني الماكينة بداخله كما في المرة السابقة. والآن نقوم بتركيب هذه المسامير في مكانها الأربعة. والآن ننتقل إلى الجهة المقابلة. بالنسبة لمراوح بالنسبة لمراوح التبريد التي نستعملها في ماكينة التلحيم، هنالك مروحة، هنالك مروحة معروفة هي التي أكبر حجما من هذه، وهي تشتغل ب 120 فولت، يعني التي تكون في الأصل مع ماكينة التلحيم يكون حجمها أكبر من هذه، وتشتغل ب يعني التيار يعني مثل القابس، يعني تشتغل بالتيار المتناوب، يعني تيار القابس 120 فولت، فهي كبيرة نوعا ما وتستهلك كمية طاقة كبيرة، وكذلك قوتها في التبريد فهي ضعيفة. والبديل لتلك المروحة هنالك اثنين من المراوح. اولا المروحة الاولى هي التي تكون في الحواسيب، مروحة 12.1 فولت، 12 فولت يعني تكون في الحواسيب فهي تبرد على البروسيسور او المعالج. لاحظوا ف 0.17 امبير فهي تستهلك كهرباء ضعيفة جدا، في المقابل قوتها في التبريد فهي جد رائعة، ويمكنك ان تشغلها باستعمال يعني شاحن 12 فولت. كذلك نوع اخر وهي هذه المروحة التي تكون في السيارات والى ما ذلك، يعني مروحة قوية يمكنك ان تستخرجها من بعض الاجهزة او تشتريها لا يهم، كذلك تشتغل يعني بتيار 12 فولت لكنها قوية جدا في التبريد، وكذلك تشتغل يعني من 9 فولت الى فما فوق، يعني يمكنك ان تشغلها من 9 فولت الى 18 فولت، يعني جميع هذه القوه في الكهرباء يمكنك ان تستعملها مع هذه المروحه، وقوتها في التبريد فهي قويه جدا كما سوف اجربها امامكم لكي تروا، يعني استعمل يعني التي تناسبك واستعمل التي يعني موجوده لديك. ولكي نجرب هذه المراوح نحتاج الى شاحن 12 فولت او 15 فولت، يعني الذي لديك استعمله. مثل هذا الشاحن كما تلاحظون اصدقائي يمكنك ان تجده في النيميريك او الريسيفر الذي يستعمل في التلفاز الذي نشاهد فيه يعني القنوات. المهم اي شاحن يعني لو قمت بقطع راسه سوف تجد اثنين من الخيوط، لا يهم الزائد والناقص، المهم اثنين من الخيوط. احضار قابس كهربائي اقوم بتركيبه امامكم هنا كما تلاحظون، لاحظوا هنا لدي اثنين من الخيوط، وكذلك هنا في الشاحن لدي اثنين من الخيوط، اقوم بملاقات هذه الخيوط مع بعضها بهذا الشكل. كما تلاحظون فقوتها كبيرة جدا. الان لاحظوا الفرق ما بينها وما بين هذه الكبيرة بهذا الشكل، لاحظوا
وبطبيعة الحال فالفرق كبير يعني ما بين الصغيرة والكبيرة. المهم أنت استعمل التي تناسبك أو التي لديك. نحتاج إلى قطعة معدنية تكون كغلاف، ونحتاج إلى 6 قطع. طريقة تركيب هذه المروحة مع ماكينة التلحيم، هناك 2 من الخيارات. الخيار الأول هو أن نقوم بتركيبها في الخلف من هنا، يعني أن نقوم بتركيبها من الخلف، أو الخيار الثاني هو أن نقوم بإدخالها من هنا، قوموا بإدخالها من الوسط. كلتا الخيارتين فهما جيدين، يعني كل ما عليك هو أن تثبتها بواسطة مسامير أو براغي. والآن نقوم بتثبيت هذه المروحة بواسطة المسامير أو البراغي في مكانها. بالنسبة للخيط الخاص بها، نقوم بإدخاله من إحدى الأماكن، يعني بجانب يعني المروحة، مثلا الذي هنا مكان الكيبل القديم، سوف أدخلها من على هذا الشكل. وكما ترونها هي الخيط الخاص بالحرارة، يعني هو مهم لكن ليس بشكل أهمية. لو كانت لديك المروحة قوية فسوف تستغني عنها، سوف أقوم بإزالته. بالنسبة لشاحن 15 فولت، هذا أحسن طريقة نقوم بفعلها. نحضر مفك براغي على هذا الشكل، ونقوم بفتحه من الجوانب من هنا بهذه الطريقة كما ترون. نقوم باقتلاع هذه الخيوط من الجذور من هنا على هذا الشكل، وإزالتها بالقوة على هذا الشكل بهذا الشكل، ثم أزيل الثاني هكذا. هذا الشكل قمنا بعمل ثقب أو 2 ثقب، ثم نحتاج إلى كيبل كهربائي، خيط عادي، ثم مباشرة نقوم بإدخال هذا الخيط من هذه إحدى هذه الثقب من هنا مثلا على هذا الشكل، بربط الأزرق مع الأزرق والبني مع البني. إن كان لديك قابس بألوان مختلفة لا يهم، المهم بالنسبة لخيوط 220 فقط اربط 2 من الخيوط على هذا الشكل. خيط لاصق، وأقوم بتغليف هذه الأسلاك. وبهذا الشكل كما ترون الآن نقوم بدمج الشاحن في مكانه كما كان في المرة الأولى، ويضمه هكذا في مكانه مثل الكولا أو لصاق الماء القوي، وأضعه في الجوانب لكي يشبش الشاحن كما كان في المرة الأولى. كما تلاحظون أصدقائي مباشرة، هذا هو الخيط الخاص بالمروحة. كما تلاحظون هذه المروحة، لاحظوا 2 من الخيوط مثلا، وهذا هو الشاحن الذي قمنا بتعديله وقمنا بتطويل له الخيط كما تلاحظون. فكذلك لديه 2 من الخيوط خارجة من عنده، كذلك عنده 2 من الخيوط خارجة منه. مباشرة أقوم بربط يعني خيوط الشاحن مع خيوط المروحة. شريط لاصق أقوم بتغليفهما كما ترون. الآن أقوم بتجربة يعني هذه المروحة لوحدها. لاحظوا أمامكم، المكان يعني مكان جيد وملائم لنضع فيه الشاحن، يعني أضعه في الأسفل هنا. لاحظوا فهو مكان يليق به، وكما تلاحظون فهو تبت بشكل جيد. خرج السلك من هنا، وأقوم بطي هذا السلك على هذه الجوانب هنا، قد تبت بشكل جيد في مكانه. المروحة التي قمنا بإضافتها هذه تشتغل ب 15 فولت، 15 فولت يعني فقمنا بعمل شاحن لها، هذا هو الشاحن. الشاحن عوض أن نقوم بعمل بريز وسوف يعطينا مشاكل، قمت بإخراج خيط من وسط هذا الشاحن، يعني قمت بإخراج البريز أو الخيط، قمت بإطالته وأخرجت له 2 من الخيوط كما أوضحت لكم. هذه الخيوط يعني تشتغل بالبريز أو القابس 220، والماكينة هذه أقطابها أو هذه الجهة التي تشتغل بالقابس، يعني تشتغل كذلك ب 220. ماذا سوف نفعل؟ أقوم بربط كل خيط مع جهة، مثلا هذا الخيط أقوم بربطه في الجهة السفلية على هذا الشكل، لا يهم الألوان، فقط أعطيكم مثال. أقوم بربط الخيط الأزرق مثلا هنا في الأسفل، ويبقى لدي الخيط البني أقوم بربطه في الجهة العليا على هذا الشكل فقط بهذه السهولة. أعتقد أن الطريقة جد سهلة. قوم بإحضار يعني قابس أو بريز كيفما كان نوع، هذا هو البريز وهذه الخيوط خاصة به. لاحظوا بهذا الشكل أقوم بإدخاله من هنا فقط، طريقة سهلة جدا على هذا الشكل كما تلاحظون أصدقائي. ثم أقوم بعمل عقدة أو طية هنا، قلت لكم 2 من الخيوط وهنا لدي 2 من الخيوط. أقوم بربط كل خيط مع منطقة، أقوم بربط الأزرق هنا في الأسفل، لاحظوا ربط الأزرق هنا في الأسفل، فأنا أشرح لكم بالتوضيح.
ثم يزال لدينا الخيط الثاني أو الخيط البني، أقوم بربطه في المنطقة التي في الآلة فقط بهذه السهولة. وكما تلاحظون الآن فالكل مرتبط بشكل جيد. أنا فقط قمت بإعطائكم المثال، لكن أفضل أن تقوموا بإحكام هذه الخيوط بواسطة باس أو قطعة قوية على هذا الشكل. أقوم بإحكامهم جيدا لكي لا يحدث أي تماس، ثم أقوم بطي هذا السلك على هذا الشكل مثلا على جانبه مرة أخرى لكي لا ينتزع نهائيا، ثم بنفس الطريقة أقوم بتطبيقها مع السلك الثاني، أقوم بطيه إلى الجانب هكذا لكي لا ينتزع السلك نهائيا، فقط بهذا الشكل كما ترون. أقوم بتغليف هذه الأسلاك جيدا بشكل قوي على هذا الشكل بواسطة الشريط اللاصق أمامكم. سوف نقوم بتجريب تشغيل هذه ماكينة التلحيم، ولاحظوا صوت الماكينة ولاحظوا كذلك المروح، وهذا هو البريز الخاص به. ولاحظوا هنا لدينا مصدر تيار أو قابس أو لارونج. أمامكم نقوم بتشغيل، كما تلاحظون أصدقائي فالماكينة شغالة وكذلك المروحة شغالة في آن واحد وبشكل جيد. الآن فقط ينقصنا أن نقوم بتثبيت كيبلات التلحيم، والآن ننتقل إلى كيبلات التلحيم، الكيبل هذا والكيبل الذي في الجهة المقابلة، فهي سهلة جدا في التركيب، نركبها كما كانت في المرة الأولى. والآن بالنسبة لطريقة تركيب بين أسلاك التلحيم، فقط ببساطة نقوم بإحضار مثلا يعني الماس أو المكان الذي نقوم بالتلحيم داخله، ونقوم بإدخال الخيط من هذا الثقب من هنا مثلا من الجهة الأمامية من هنا على هذا الشكل، وأخرجه من هنا بهذا الشكل. أصدقائي لاحظوا نحن بحاجة إلى قطعتين حديديتين هذا الشكل، يوجد بداخلهما ثقب مسمار أو برغي بهذا الشكل، و يعني الأداة التي تقوم بإحكامه لهذه القطعة الحديدية وأدخله بهذا الشكل، ثم أذهب إلى هذا الخيط وأقوم بتركيبه معه في هذا الشكل الذي يقوم بالتلحيم، يعني مكان التلحيم الأصلي على هذا الشكل شكل الصامولة أو البرغي. أدوات مناسبة، أقوم بإحكام هذا البرغي جيدا. بعدما قمنا بتثبيت الماس أو هذه الجهة الخاصة بالتلحيم بشكل جيد، الآن ننتقل إلى هذا السلك الذي بالمقابل هنا، وبنفس الطريقة نقوم بتطبيق عليه كل شيء. والآن كما تلاحظون قمنا بإحضار يعني الذي يلحم أو البنس، وهذا هو الخيط الخاص به، ومباشرة كذلك نقوم بإدخاله من الجهة المقابلة أو الثقب المناسب صفيحتين وبرغي أو مسمار. والآن نقوم بتركيب هذه القطعة، نركبها بالشكل الصحيح، مسمار الصغير الآن كما ترون في الماكينة أمامكم هنا أصدقائي، فهنا لدينا الماس وكذلك هنا لدينا البنس الذي نقوم بالتلحيم به، وهنا لدينا القابس الخاص ب 220 بريز، وهذا هو البريز الخاص بالماكينة. الآن نقوم بتشغيل الماكينة أمامكم، ولاحظوا بالنسبة للمروحة وكذلك لاحظوا بالنسبة لصوت الماكينة، لاحظوا أمامكم كما ترون أصدقائي في الماكينة شغالة بشكل احترافي. والآن كما ترون في هذه أعواد اللحام أو أسلاك اللحام، نختار واحد كما تلاحظ لقد اخترنا إحدى هذه أسلاك اللحام وأقوم بتركيبه مباشرة كما ترون بهذا الشكل أصدقائي. والآن أقوم بإدخال البريز أو القابس كما ترون أمامكم. إذا نبدأ، والآن نقوم بتجربة اللحام. لاحظوا هذه القطع المعدنية نقوم بتلحيمها أمامكم، لاحظوا معي هذا التلحيم سوف نقوم بنقشه، لاحظوا أصدقائي يعني
فالتلحيم فهو جيد جدا وأصبحت الماكينة شغالة 100% بدون أي مشاكل. الآن نقوم بتركيب هذه الهياكل في مكانها. ونقوم بتشبيه هذه الأماكن في مكانها سواء بالتلحيم أو بالبراغي.